السلام عليكم يا صغاري، سوف نقوم بحل أسئلة مراجعة لجميع ما درسناه في الكتاب. السؤال الأول: أحذف حروف الكلمات ثم أركب من الأحرف الباقية كلمة من 3 أحرف أستخدمها في الكتابة. الكلمة الأولى: سامح. سامح، أحسنتم. الكلمة الثانية: علم. أين هي حروف كلمات علم؟ علم، ها هي، أحسنتم، علم. الكلمة الثالثة هي جبل. أين حروف هذه الكلمة؟ رائعون، جبل. الكلمة الرابعة هي فاز. حروفها هي فاز. بقي لدينا هنا بعدما حذفنا حروف الكلمات 3 أحرف هي إق إل إم. هيا نكون منها كلمة، وهي اسم لشيء نستخدمه في الكتابة. ما هو يا صغاري؟ أحسنتم، ق ل م، قلم، أحسنتم. لدينا 3 حروف في السؤال الثاني. أكون من الأحرف 3 كلمات. هذه الحروف الجميلة هي إح إل إم. الآن يا صغاري، نريد أن نكون من هذه الحروف كلمات نستخدمها في حياتنا اليومية. من منكم يريد أن يركب؟ الكلمة الأولى كلمات حلم. أحسنت يا صغيري، هيا لنكتبها معا. حلم. كلمة أخرى يا أعزائي الصغار. ملح. أحسنت، رائع، ملح. كلمة أخرى يا أحبابي. لحم. لحم، أحسنتم. السؤال الثالث: أقرأ ثم أكون جملة مفيدة. في عامر جلس الحديقة. هيا نكون جملة مفيدة من هذه الكلمات. جلس عامر في الحديقة. رائع، أحسنت. جلس عامر في الحديقة. والآن يا صغاري، قم بحل هذه الصفحة بمساعدة ماما. إلى اللقاء.